مواليد برج العذراء، شو الأخبار الفلكية اللي بدها تطالب بالأسبوع الثاني من شهر تموز؟ أكيد أنا بتمنى عليك تكون حريص شوي بقراراتك وبتحركاتك نهار التنين والثلاثة. الثلاثة المساء ساعة 7:56 بتوقيت بيروت السعودية، لأنه هون بيدخل القمر لعندك. من هلأ لوقتها كون منتبه من الأخطاء، ما تنتقد حدا، تحمل مسؤوليتك لحالك، ما تتكل على حدا، ويمكن يكون في عندك خيبات أمل، والبعض يمكن يكون عنده تأخير تأجيل ببعض الأمور. انتبهوا على أغراضكم من الضياع، على أموالكم، وما تاخذوا قرارات متسرعة بهدول اليومين لحين وصول القمر لعندك، تستعيد نشاطك. ونهار الأربعاء والخميس بيكونوا من أهم الأيامات لإلك، تجديد كل بيت بقى تكون مكللة بالنجاح. هلأ الأمور بترجع بتتسارع وبتنشكل ببعض الأمور المالية، يمكن البعض عنده دعوة، عنده مناسبة، عندك تسديد ديون، في أمور مالية شغلتكم بالكم، يعني كأنه في دين عليك بدأ تسدده، شيء أمور تتعلق بقضايا قضائية، في حمل على مولود برج العذراء تتعلق بالمال. هلأ كرمك بيزيد، ويمكن تتلقى هدية أو تبعت هدية، وفي تقدير لإلك، ويمكن البعض يكون عندهم خبر يتعلق بعمل جديد، بعقد جديد. هول توقعون مواليد برج العذراء بالنفس، كأنك أنت عم تصرف على حالك، عم تصرف على أصدقائك، على بيتك، في مصاريف، بس كونوا حريصين شوي. وفي عندك دعوة حلوة، مناسبة سعيدة بتجمعك مع الأحباب، مع الأهل، يمكن مع الأصدقاء، بس كل الأمور بتكون جيدة. هيدي هي أسبوع، هيدا هو أسبوع.